وللمزيد ينضم إلينا السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيد السفير، يعني نرى استمرار قوافل المساعدات الإنسانية في الدخول إلى قطاع غزة، مما يأتي كتكليل لجهود القيادة السياسية وأيضا الدبلوماسية المصرية، وبخاصة خلال قمة القاهرة للسلام. إلى أي مدى ترى أن هذه القمة وضعت العالم أمام مسؤولياته؟ أظن هي وضعت العالم أمام مسؤولياته بالفعل، وفي نفس الوقت رسمت خريطة طريق لما هو مطلوب. أولا إدخال المساعدات الإنسانية وعلى الفور، وهما بدأنا بالفعل، وقف العنف والقصف الإسرائيلي لقطاع غزة، ونعمل في هذا الاتجاه بكل ما أوتينا من قوة واتصالات على مستوى القمة وعلى مستوى وزارة الخارجية، ومع كل الأشقاء والدول الصديقة. ولعل التجمع الدولي في القاهرة أمس كان تكليلا لهذه الجهود، حيث أكد المجتمعون على أن حل الدولتين هو المخرج الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وهو ما تضمنه البيان الرئاسي الذي صدر. حتى لو لم يصدر عن القمة بيانا ختاميا، إلا أن البيان الرئاسي جمع الرؤية الشاملة التي تركز على البعد الإنساني للأزمة وضرورة التحرك الدولي، والأهم طرح أفق سياسي يقود لتنفيذ حل الدولتين. نعم، يعني ملف التهدئة بغزة بتتنازعه رؤى مختلفة وضحت جليا في أثناء هذه القمة، ولكن يعني الوصول إلى نقاط تلاقي كيف ترى؟ يعني أنا أرى أن توصل الدبلوماسية المصرية والعربية اتصالاتها بالمجتمع الدولي وبالولايات المتحدة من أجل تأكيد حقيقة أن هذا العنف الذي تولد لم يكن وليد اللحظة، ولكن نتيجة لممارسات إسرائيلية. حتى أن زعيم المعارضة في الكنيسة الإسرائيلي منذ أيام قليلة تحدث عن ممارسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة عبر عام كامل أدت لتفجر الأوضاع لما هي عليه، بالإضافة لبعد أهم، وأن إسرائيل لم تحترم تعهدا وقعت عليه، وبالتالي ليس هناك سبيل للوصول لاتفاق سياسي قابل للتنفيذ في ظل حكومات متعاقبة نقضت أوسلو ونقضت وايت بلانتيشن والقاهرة، وأمان المبادرة العربية لا تنظر إليها، وبالتالي لم يكن هناك بديل عن تفجر الأوضاع على هذا النحو ما دام الأفق السياسي مغلق. انظري حضرتك للضفة الغربية، ما فيش حماس، ولكن كل يوم اقتحامات وقتل على دم بارد لأبنائنا في فلسطين، وبالتالي تفجر الأوضاع هو نتيجة عدم التزام إسرائيل بتعهداتها، وكان اتفاقا واحدا كفيلا بوصولنا للحل، أو المجتمع الدولي الذي تواطأ. ولكن علينا أن نثابر وأن نعمل من أجل التوصل لحل يقود لحل الدولتين، أو مصر يقود لحل الدولتين. وأنا أظن أن مصر مسؤولة وستعمل في هذا الاتجاه. نعم، السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.